ما الحكم في صاحب عمل لا يعطي العمال حقهم؟ هل يجوز للعامل أن يأخذ من مال صاحب العمل بقدر حقه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعطوا الأجير أجرته قبل أن يجف عرقه. ويقول: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. ذكر منهم من استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجرته، ويجب على المسلم أنه يعطي العمال أجرتهم ويبادر بإعطائهم إياها إذا قاموا بالعمل، ولا يماطل، لأنهم فقراء مساكين، عرقهم تعبهم. ما يجوز لك أنك تأخر إعطائهم أو أنك تجحده أو تنكره، أو هذا حرام عليك. أما العامل إذا إن صاحب العمل ما أعطاه حقه، هناك سلطة، يشتكي على السلطة ويطلب حقه من عند السلطة، والسلطة إن شاء الله فيها خير، تنصف المظلوم من الظالم. نعم.